السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس الثالث في سلسلة عمل موقع إلكتروني ورفعه على الهوست المجاني. بعد ما خلصنا المرحلة الأولانية في الدرس الأول والثاني ونزلنا الأساس بتاع برمجة الموقع وهي برنامج الإكزام وبرنامج الفيجوال ستوديو، بعد كده هنشوف ايه اللي هنعمله. مفروض ان احنا الموقع دون لازم نبقى احنا عارفين ان هو الموقع ده عبارة عن زي اما تكون بتنزل لعبة على اللابتوب بتاعك او على الجهاز بتاعك، بيبقى عبارة ما تعمله بتعمل انستول للعبة، فاللعبة بتنزل مجموعة فايلز ملفات في فولدر معين في مكان معين، ويبدأ يحصل التشغيل من هذا المكان لهذه اللعبة. طبعا اللعبة دي المكان ده بياخد مساحة من الهارد ديسك بتاعك على الجهاز، لكن محدش غيرك انت بيستخدم الجهاز دون. انت عارف المكان اللابتوب بتاعك فين، العنوان بتاعه، بتروح عنده وتشغل اللعبة دي من على الهارد ديسك المعين اللي في المكان المعين في الجهاز بتاعك ده. لكن بالنسبة للانترنت هي الدنيا مشابهة كتير قوي بموضوع اللعبة، تصطيب اللعبة او البرنامج. فانت لازم برضو عشان الملف الويب سايت دون لازم هيترفع برضو ليه كباستي معينة، لازم تتحط على الانترنت بحيث ان كل الناس يخشوا يتعاملوا مع الموقع ده. الموقع ده عبارة عن مجموعة ملفات برضو بتبقى موجودة في مكان معين، لازم يبقى ليه المكان ده ليه كباستي معينة او اللي هو الهوست اللي انت هشتريه. فطبعا انت بتشتري طالما انت عملت برنامج قوي وعايزه يبقى مثلا على مستوى الجمهورية او على العالم كل الناس كلها تشوفها، فلازم تحجز لك هوست اريا، بتدفع فلوس سنوية عشان تشترك بالهوست ده عشان ترفع عليه اللعبة اللي موجودة. طيب والناس بقى عشان تزوروا المكان دون، طبعا لو ماهوش لابتوب بتاعك انت كل الناس هتعرف، لازم تاخد العنوان بتاعك. فاذا لازم يكون في عنوان، لازم يكون في عنوان الناس كلها تخش على العنوان ده عشان تقدر تتعامل مع اللعبة دي وتشغلها، اللي هي يعني هتبقى الويب سايت بتاعنا. فاذا بيسمى العنوان ده اللي هو الدومين. فانت بعد ما تخلص تصميم الويب سايت بتاعك بترفعه على الانترنت، لازم تكون ليك حاجة اسمها دومين، يعني عنوان بتشتريه، وهوست برضو بتدفع، بيقوم بيكون مدفوع، بتدفع له مبلغ معين في السنة عشان خاطر يبدأ الناس يزوروا هذا الويب سايت ويتعاملوا معاه وتقدر تتعامل معاه وتستثمره اذا كنت يعني كان في نظام تجارة فيه او في يعني نظام دعوي او نظام ديني او الى اخره بتستخدمه، فلازم بتدفع للدومين مبلغ معين سنوي وبتدفع للهوست. طيب انا هل انا محتاج ان انا هقعد لسه ببني الموقع بتاعي؟ احنا طبعا هنشتغل ديفلوبر، يعني هنقعد نطور في الموقع ده لحد ما نوصل للصورة المعينة، الصورة النهائية بتاعتها. طيب هل انا ابدأ ادفع فلوس من دلوقتي عشان خاطر لسه اكون موقع ولسه ما حدش ينفع ياكسس عليه؟ يعني هل ينفع ان انا اقول للناس تعالى خشوا المنزل ده وقعدوا فيه وانا لسه عمال ادهن فيه واشطب فيه وكلام زي كده؟ ما ينفعش طبعا. طب اعمل ايه دلوقتي؟ فلازم بستخدم برنامج الاكزامبل اللي احنا نزلناه بقى، بيعمل لك هوست وهمي على اللابتوب بتاعك كما لو كان هيترفع على شغال على الانترنت، بيعمل لك ما يسمى باللوكال هوست. فلازم انت تقعد تعمل البنى بتاعك بتاع البرنامج كله بتاع الويب سايت كله تبنيه على اللوكال هوست دون اللي هو من خلال البرنامج الاكزامب والفيجوال ستوديو. وبعد كده بعد ما يكمل خالص وتبقى ساتسفايد بيه وتبقى انت كده خلاص هو الموقع ده اللي قابل للنشر في الصورة النهائية، تبدأ بقى تشترك في احدى
المواقع الخاصة وتدفع فلوس للدومين بتاعك، تختار اسم للدومين والهوست بتاعك وتبدأ ترفع عليه الويب سايت بتاعك ده بطريقة معينة طبعا هنعرفها بعدين، وتبدأ تتعامل بعد كده الناس وتدعو الناس وتعمل دعاية للناس انها تخش على الويب سايت بتاعك بعد ما يبقى خلاص فعال. فطبعا مش هتتكلف، بقى فيه كوست كبير عندك. طيب يبقى عرفنا ان احنا عندنا اللوكال هوست. فطبعا عشان اشغل اللوكال هوست بتاعي اللي هو برنامج الاكزامب ده، بكتب هنا كلمة اكزامب هنا اهو في السيرش، بيشغل لي برنامج الاكزامب. وطبعا في البداية ان انا كنت لسه عامل له ستارت من شوية، بيفتح لي بالصورة دي، فابدأ اشغل الاباتش بتاعي. انا عشان خاطري كده معناه ان هو يكون السيستم بتاعي شغال على الانترنت مثلا، ولو انا مستخدم داتابيس او قاعدة بيانات هبدأ ابعت صور وهبدأ استدعي صور، ملفات فيديو، ملفات صوتية، كلام زي كده، فهستخدم الداتابيز او قاعدة البيانات، فاعمل ستارت برضو للماي اس كيو ال. كده انا عندي الهوست جاهز للتشغيل. طيب الخطوة اللي بعد كده، انا قلنا لازم انا كده خلاص اكنش كده اشتريت دومين نيم، دومين ليا، واشتريت برضو هوست في مكان معين. طب انا منزل البرنامج ده فين؟ الفايلات بتاعتي اللي المرفوعة على الانترنت دي عشان اتعامل معاه موجودة فين؟ انا منزل الاكزامب بتاعي ده في الاف هنا. طيب بينزل في اي حته؟ طبعا لازم ابقى حافظ المكان ده كويس جدا في الاكزامب، في الاكزامب. طب في اي حته في الاكزامب بحط فيه الويب سايت بتاعي اللي انا هعمله؟ تحت الفولدر اللي اسمه اتش تي دوكس، الناس تحفظ تحت الفولدر اللي فيه اتش تي دوكس. ممكن اعمل هنا ويب سايت، اثنين ويب سايت، ثلاثه ويب سايت الى اخره، ممكن اعمل المجموعه اللي انا عايزها. طب هنتعرف ونبص كده، نفكر نتفرج كده على برنامج البوت دون اللي هو برنامج مركب حجز مراكب. زي تحجز مثلا برنامج واحد عنده مركب وعمل له موقع ويب سايت، الناس تحجز عليه، تعمل له ريزرفيشن وتدفع وتعمل حجز من يوم كذا ليوم كذا وتدفع الفلوس وبتاعه وكلام زي كده. فهنشوف ده البرنامج بتاعنا اسمه ايه. هنا الويب سايت هنا اسمه بوت، اسمه بوت. طيب عايزين نشوف البرنامج البوت ده شغال ازاي. طيب اول حاجه يبقى انا من الاكزامب هنا عندي برنامج الاكزامب هنا اهو، فبدوس على الادمن، دي بيجي لي كده مجرد ما ادوس عليها اللي هو الاولانيه بتجي لي كلمه اللوكال هوست. اللوكال هوست ده يعني اكني كده رافعه على الانترنت. طيب بعد كده جوه مين كده؟ انا لما امسح الداشبورد دي في اللوكال هوست ده اللي هو معناه كده ان انا واقف على الفولدر اللي احنا لسه كنا جايين من عنده دلوقتي اللي هو تحت الاف، تحت الاكزامب، فولدر الاكزامب تحت الفولدر اللي اسمه اتش تي دوكس، اتش تي دوكس. طب كان اسمه ايه يا جماعه؟ كان اسمه بوت. اكتب له كلمه بوت اهو وانتر، يجيب لي ادي البرنامج اللي كان موجود اهو على ده الموجود برنامج الحجز اهي. وده شكل الايه؟ في سلايد اهو، في صور اهي للمراكب اللي موجوده عندي، ده برنامج. طيب اللي انا ابص عليه هنا في البرنامج ده عباره عن ايه؟ الصفحه الاولانيه للويب سايت بتاعي، الصفحه الاولانيه للويب سايت. طب بتبقى عباره عن ايه بقى كل صفحه من الصفحات دي اللي انا هصممها؟ تبقى عباره عن ايه بالظبط؟ تبقى عباره عن حاجه هنا اسمها الهيد، بكتب فيها النيم بتاع البرنامج الصفحه بتاعتي. فاسم الصفحه بتاعتي ده اسمه ايه؟ اسمه بوت ريزرفيشن، بوت ريزرفيشن يعني حجز مركب، حجز مركب. طيب بعد كده بيبقى فيه راس للصفحه فوق خالص اهو، الشريط ده اسمه راس الصفحه، بسميه الهيدر، الهيدر اللي هو راس الصفحه. طبعا طالما قلت كلمه هيدر يعني راس الصفحه، اكيد تحت خالص بيبقى ما يسمى بديل الصفحه، يبقى اللي تحت ده كده ممكن اعمل ديل الصفحه. يبقى هنا اخر حاجه عندي انا اللي هي اول رايت ريزرفد، دي هي دي هنا ديل الصفحه اللي تحت. طيب اللي بين البنين بقى، اللي بين الهيدر وبين الفوتر ده، راح بتعمل فوتر ده بيسميه جسم الصفحه، بيبقى سميه جسم الصفحه. ابدا بقى اوزع في جسم الصفحه زي ما انا عايز، احط مجموعه صور، احط مجموعه سلايدات زي ما انت شفت كده، سلايد اوتوماتيك عمال يحول لي من صوره لصوره او يتحول لمانوال مجرد ما انا اعمل عليه كده ماوس موف اهو، يجي لي الاشكال اهو عمال ينقل لي لصور متغيره سلايد عليها. وتحت هنا
في اباوت اس ملخص ليه عباره عن ايه اشرح فيه الكلام ده، وكونتاكت اس اكتب فيه كونتاكت بيقول لك اتصل بيا بالتليفون الفلاني واعمل كونتاكت معايا عشان خاطر لو عندك مشكله او عندك كذا او كلام زي كده. طيب ده يبقى عرفنا الموقع عباره عن الراس اللي هو الهيد بتاعي، وبعدين الهيدر بتاعي، وبعدين البادي بتاعي اللي هو الجسم، وبعدين في تحت خالص اللي هو الفوتر. يبقى هيد وهيدر وبادي وفوتر وفوتر، خلاص. ده بالنسبة للموقع بتاعي ده. طيب نيجي بقى لي هنعمل هنا ايه، هنعمل اول صفحة لينا في الموقع ده. يعني انا هخش هنا في الباص اللي احنا كنا فيه ده، احنا كنا فين يا جماعة؟ قلنا جوه ال htdocs. اه هبدأ افتح باليمين كده وهسمي، اقول نيو، هيقول لي نيو ايه؟ اقول له نيو تكست، خلاص. وهسمي في النيو تكست هنا هسميه فيرست ويب سايت مثلا، خلاص، وادوس انتر. طبعا هنا مفروض ان هو لو ده مفروض يبقى الامتداد بتاعه فيرست ويب سايت دوت اتش تي ام ال، اللي هي الصفحه دي دوت اتش تي ام ال، هو يبقى الشكل بتاعه كده. طيب انا لو دخلت هنا اهو هلاقي فعلا هو دوت اتش تي ام ال، هنا معمول دوت تكست. هنشوف هنمسحه ازاي لما نخش على البرنامج بقى بتاع التصميم. طيب كده انا عملت الفولدر الاولاني اهو، احنا عملنا فولدر ولا عملناش فولدر؟ لا لسه كده احنا ما عملناش فولدر. طيب ممكن اعمل فولدر هنا اسميه فيرست ويب سايت و جوه الفيرست ويب سايت ده هعمل الصفحه الاولانيه اللي هي بتاع الفيرست ويب سايت دي، ممكن اجيبها هنا دخلتها جوه الفولدر اهي فيرست ويب سايت. طيب عايز انادي بقى على الموقع ده كما لو كان الصفحه الاولانيه، اشوف التصميم ايه اللي بيحصل فيها، من ايه اللي اتصمم فيها. طيب افتح بقى برنامج الثاني اللي هو الفيجوال ستوديو، اللي بقى الاولاني ده يكون شغال معايا على طول عشان السيرفر اكني عندي جهاز، انا الجهاز ده موصل له باور، موصل له الادابتور بتاعه. يبقى الادابتور بتاعه ان انا اكون البرنامج ده الاكزام ده شغال والاثنين الخضر دول شغالين، واعمل له مينيمايز كده عشان يبقى الدنيا مظبوطه، عشان تبقى الدنيا مظبوطه. طيب انا هل هنا محتاج الانترنت؟ لا مش محتاج الانترنت خالص، يعني ممكن ان انا افصل كابل الانترنت واشتغل عادي خالص على اللوكال هوست. طيب افتح بقى برنامج الفيجوال ستوديو اللي انا نزلته الثاني الفي اس، اهي مجرد بكتب في اس جاب لي البرنامج اللي هو عامل زي الفيون كده، افتحه اللي هو الفيجوال ستوديو، ونادي على الفولدر اللي احنا حطيناه اللي هو كان فين يا جماعه؟ كان في الاف، اقول له اوبن فولدر، وهروح على الاف بتاعي، الاف عندي، وهنختار الاكزامبل الاول جوه الاكزامبل اهو اللي هو متسطب عليه اللوكال هوست، واختار الاتش تي دوكس، وبعدين اختار الفاينل فولدر يا جماعه اللي هو الفولدر اللي اسمه فيرست ويب سايت، اختاره كفولدر، اختار بس ما افتحوش، واقول له اختار الفولدر، سيلكت فولدر. طيب كده راح جايب لي ادي الملف اللي احنا عملناه. ابص الاقي هنا فيها حين مشكله ان هو فيرست ويب سايت بس دوت تكست، لا ما ينفعش، انا عايزه يبقى دوت اتش تي ام ال. يبقى اعمل له رينيم، هعمل له رينيم للاسم ده، وامسح التكست دي، واختار واعمله اتش تي ام ال. يبقى همسح هنا كده واكتب له اتش تي ام ال، هبص الاقي اللون بتاعه حتى اختلف اهو، بقى اعمل لي كده وهلاقي اللون هناك في الفولدر بتاعي يا جماعه، هلاقيه ايه؟ ابص اصبح واخد اللون المختلف ده اكنه جزء من موقع، خلاص. طيب كده انا شغلت برنامج التصميم اللي بصمم فيه الصفحه، اشتغلت برنامج اللي بصمم فيه الصفحات الويب سايت بتاعتي. طيب عايز اشوف بقى ما يحدث لو انا رفعت ده على الانترنت لحظه بلحظه ايه اللي يحصل. فافتح باليمين كده الاقي في حاجه اسمها اللايف سيرفر، الاقي ايه اللايف سيرفر، ان اقول له اوبن ويز لايف سيرفر، يبقى كما لو كان انت فتحت لي الصفحه على الانترنت اهي فتحها، ها
راح فاتح لي الصفحه بتاعتي على الانترنت، احطها هنا على جنب عشان اشوف. طبعا الصفحه فاضيه خالص، لا ليها راس ولا ليها ديل ولا ليها حتى الاسم، اسم ده ديفولت غريب قوي مش عايز احط. فابدا احط ابني الشجره الاولانيه، اعمل لها اسم اللي هو هيد، واعمل لها هيدر، واعمل لها بادي، واعمل لها فوتر. طيب دي بتتعمل ازاي بقى؟ ابني الشجره الاولانيه بقى، مجرد بس بكتب هنا بال HTML، اتش تي، راح ظاهر لي شويه حاجات كده، اقول له HTML 5 اتش او HTML، HTML ايه؟ HTML 5. مجرد ما كلك عليها يبدا يبني لي الشجره الرئيسيه. مكونه من ايه من الشجره الرئيسيه؟ اول حاجه هنا بكتب كلمه HTML دي بين علامه الاكبر من والاقل من، دي بيبقى ليها نفس الكلام بدايه، وكل حاجه ليها كل حاجه بسميها وسم من الاوسام، بسمى الوسوم HTML في البدايه، و HTML برضو في النهايه في الاخر خالص، بس عليها العلامة الباك سلاش اللي موجودة هنا دي، ادي العلامة اللي هي موجودة. طيب بعد كده بكتب الهيد بتاعي، برضو في الهيد بداية والهيد نهاية نفس الكلام كلمة الهيد، وعليها علامة الباك سلاش اللي موجودة. وهنا بكتب الاسم بتاعي بالتايتل، الاقي هنا كلمة دوكيومنت موجودة عندي في الفولدر بتاعي. انا كنت هنا عملت هنا ايه، ادي السيرفر اللوكال سيرفر بتاعي اهو، لو تلاحظ اهو هنا اللي عملت كده، لا هنا اهو، فين هنا الدوكيومنت، هنا اهو اللوكال هنا اهو كتبت كلمة تحت اللوكال هوست، واللوكال هوست ده قلنا ده معناه اللي هو الفولدر اللي اسمه فيرست ويب سايت، تحت الفولدر اللي اسمه اكزامب، رحت كاتب له اسم الملف الفولدر بتاعي اللي اسمه فيرست ويب سايت، راح جايب لي اول صفحه احنا صممناها اللي هي اسمها فيرست ويب سايت دوت اتش تي ام ال. لو كلكت عليها ظهر لي ايه؟ لو تلاحظ كان الاول اداني اي كلام مكتوب، لقينا كتب لي كلمه دوكيومنت، كلمه دوكيومنت دي اللي هي اتحطت لما انا عملت الشجره، وحط لي جوه الهيد بتاعي، ده الهيد بتاعي اهو ده اللي هنا، حط لي جوه الهيد بتاعي في التايتل اللي هو الاسم كلمه دوكيومنت. طب لو انا مسحت كلمه الدوكيومنت دي، لو انا مسحت كلمة الدوكيومنت وسميتها أي حاجة تاني، خلاص هنيجي كده معانا يا جماعة عشان نشوف إيه اللي بيحصل بالظبط. فأنا هاجي هنا مش هسمي كلمة دوكيومنت، الناس تبص على اليمين إيه اللي بيحصل بالظبط، وأسميه مثلا فيرست سايت وإنتر. مجرد ما كتبت فيرست سايت وانتر هنا، وهعمل تعديل اهو، كتب لي كلمه فيرست سايت في الهيدر بتاعي، خلاص. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نبني الشجر. طيب بعد كده الهيدر، هل هنا انا عامل هيدر؟ انا مش عامل هيدر، انا كتبت اللي غيرته، بس غيرته في الهيد اللي هو الجزء ده، غيرته في الهيد. وقلنا الجزء ده اللي احنا قلنا عليه ده بيسمى بعد كده الايه، الدومين، الدومين اللي احنا هنروح نشتريه هيديني ده دومين. مثلا هنسمي الموقع ده هنسميه ويب سايت فيرست ويب سايت، مثلا فيرست ويب سايت دوت كوم او دوت نت او دوت كذا، ده الدومين اللي احنا هنشتريه بعد كده. طيب كتبنا كده، هو ده اللي احنا عدلنا فيه. بعد كده احنا عملنا حاجه، عملنا هيدر، لا ما عملناش هيدر. طب عملنا فوتر، ما عملناش فوتر. عملنا حاجه في البادي، ما عملناش اي حاجه خالص. طيب لو انا جيت هنا في بعد الهيدر دي اللي هو بعد الهيد، رحت عامل هيدر، اكتب اتش بس اتش اي اي، والاقي كلمه هيد وهيدر، اختار هيدر برضو في بدايه ونفس الكلام والنهايه وعليها الباك سلاش، يبقى الوسم كل الحاجات اللي جوه الهيدر هتبقى موجوده في الاريا دي يا جماعه، اللي موجوده في الهيدر، في الهيدر ده هتبقى موجوده في الاريا دي. طيب انا لسه ضفت حاجه، ما ضفتش حاجه، فعشان كده مش باين هنا حاجه في التعديل ده. طب الفوتر بقى بيبقى بعد الجسم في الاخر خالص، في الديل خالص، اكتب كلمه فوتر اف او او
تي، هو جاب لي كلمه فوتر اهو، اقول له شكرا. مجرد ما دوست عليها يبقى اي حاجه هتتكتب جوه الديل هيجي لي في هعمله في الجزء ده، في الجزء ده. يبقى عرفنا ازاي دلوقتي اجهز نفسي للشجره لبناء اول موقع من المواقع. طيب بعد كده عشان خاطر نستخدم بقى الاوسام، طب انا كده انا هفضل احفظ حاجه بحاجه، يعني انا ما كنتش عارف كلمه الهيد دي ومش عارف كلمه الهيدر. طيب وبعد كده هيبقى في الهيدر ايه، في البادي، وبعد الهيدر البادي في الفوتر. طيب وبعد كده انا عايز اضيف نصوص مغلظه، نصوص رفيعه متباعده فوق بعضها تحت بعضها، صور، نصوص، فيديو جنب بعضها فوق بعضها، الحاجات دي كلها هضيفها ازاي؟ يبقى انا مش هقدر اقول لك انا على موضوع ال HTML، الوسوم بتاعه ال HTML كلها. طيب انا هدي لك ايه؟ انا مش هدي لك اقول لك اصطاد لك سمكه واقول لك خد سمكه وتقعد تستناني لما ادي لك سمكه ثانيه، وبعد ما تستناني لما تخلص السمكه الثانيه، لا انا هدي لك ازاي طريقه ازاي تصطاد السمك. ممكن اعرفك بس ازاي في الاول تستخدم سمكه سمكتين، وبعد كده عرفت السكه هتروح تصطاد انت بنفسك وتستخدم الدنيا. دي طريقتنا في عمل الموقع اللي احنا هنعمله. طيب هستخدم انا بقى هنا ايه هو الموقع اللي انا هستخدمه، ايه الريفرنس بتاعنا اللي احنا هيكون لينا ريفرنس في كل الشغل بتاعنا، اللي هو هيبقى الموقع ده اللي هو عليه رمز W3، اللي هو W3 هو ده اللي احنا هنشتغل عليه كل الوسوم بتاعتنا وكل الشغل بتاعنا هنشتغل عليه. ندوس على الموقع ده كده اهو، هو ده الموقع بتاعنا، وهلاقيه بيكتب لي هنا في، لو انا فتحت الموقع ده كده اهو هلاقيه بيقول لي كل حاجه احنا اتكلمنا عنها في المحاضره الاولانيه. الليسون 1 في المقدمه اللي هي قلنا ال HTML اللي هو ازاي اعمل الهيكل، واتكلمنا عن السي اس اس ازاي اعمل دهانات وبراويز للهيكل وكده، والبراويز دي هتبقى براويز تقليديه لازم هبذل فيها مجهود جامد اكنك شغال بالشاكوش والمنشار القديم والسراقه وكلام زي كده. طيب انا عايز استخدم نظام حديث بقى للتظبيطات دي، قلنا هنستخدم ما يسمى بالبوتستراب. بوتستراب ان انا هعمل هظبط الهيكل بتاعي دون واجمله، بس بايه؟ بنظام حديث، نظام قوالب جاهزه وحاجات جاهزه من غير ما تعمل لي مشاكل في الشغل بتاعي. وهستخدم قلنا بعد كده الاس كيو ال ال الاس كيو ال اللي هو الداتابيز، ان انا هبدا ارفع صور وارفع بيانات واستدعيها والكلام زي كده جوه قاعده البيانات، فهستخدم ما يسمى بالاس كيو ال. وقلنا هنستخدم بقى ازاي نستخدم بقى، يبقى في حاجات الاوامر اللي هي بتبقى بتخلي الصفحات دي ديناميكيه، اللي هي بستخدم لغه الجافا سكريبت وبستخدم لغه البي اتش بي فاذا ده الريفرنس اللي احنا هنشتغل عليه في كل الشغل بتاعنا. وكده نبقى احنا جاهزين ان احنا نبدا نفتح ال HTML ونتعرف ونبدا ناخد بعض الحاجات اللي هي ببنيها بال HTML، مش هناخدها طبعا كلها، انت ممكن بعد كده تجرب ازاي استخدم الوسوم دي وماذا تعني بقيه الوسوم دي، وتبدا تعمل اللمسات بتاعتك على الموقع بتاعك او بموقع موازي للشغل بتاعك. وكده يبقى احنا جاهزين على ان احنا نستخدم نعمل توتوريال او يعني رحلة صغيرة كده على ال HTML والوسوم بتاعتها ازاي نستخدمها من اضافة صور ونصوص وفيديوهات وملفات صوتية الى اخره من خلال ال HTML.